اهلا وسهلا بفلاق جديد. هلا والله، شخباركم؟ مش عارفين مجنون. المهم مره وحشتوني، مره وحشتوني. طبعا هذا الفلاق والله العظيم فجاه كذا قلت يلا بصور فلاق. انا عندي مشاوير رايحه اسويها، بس قلت ليش ما اصور فلاق يعني، او اصير يعني اصير متفاعله معكم اكثر. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بصير كل كذا اسبوعين فلاق، او كل اسبوع يعني بحاول قد ما اقدر اني ما اقطع فلاقات، لان مره يعني الناس اللي في اليوتيوب مره انتم لطيفين صراحه. انا ليش استحيت يعني، انا امدحكم المفروض انتم تستحوا، مو انا اللي استحي، ما علينا. المهم فجلست اصور لكم حتى بالجوال، يعني ما جهزت الكاميرا ولا شيء. فبس والله بروح الحين، عندي شغل اخلصه وبعدها يعني نروح سوا نسوي الاشياء اللي بسويها اليوم سوا. وحتى لو وحتى ان شاء الله بكره بكمل الفلوق اليوم مع بكره. اخر شيء احتاج الحين ان المكيف يكون بارد، لانه الحر مش عادي. شوفوا، اخذت الايس لاتيه وخذيت الكركديه من هنا من دوبا، بجربهم واقول لكم كيف هو. هذا اسمه، شوفوا هذا الكركديه. طبعا انا صورت مقطع قصير للتيك توك، لاني دايما انا اقيم هناك اشياء او زي كذا، فعشان كذا اني شربته يعني. المهم الكركديه مره لذيذ، مره يسرزح. وتخيلوا هذا الكوب، كوب ستيل. هذا الكوب عادي تشيلونه معكم، تخيلوا يعني كذا تشيلونه تروحوا البيت. مره عجبني الكوب، يجنن اصلا شكله كذا. واذا حطيتوا فيه مشروب بارد كذا يصير فيه مندي على قولتهم. الزبده ان الكركديه مره حلو. اسمهم دوبا، موجودين بالفريان، تعرفون ممشى الفريان اللي بالسويدي، هناك موجودين. الزبدة إنه مرة عجبني الكركديه. وفي برضو المشروب الثاني، دقيقة هذا المشروب الثاني طبعا كان شكله مرة حلو، بس أنا حركته ولغوصته. الزبدة إنه مرة يعني تخيلوا إنه آيس لاتيه بالمانجا، يعني ما تحسون بطعم المانجا واضحة، وفي نفس الوقت في طعم قهوة. فمرة أي لايكت صراحة، يعني كل المنتجين أعطيهم 10 من 10، مرة عجبوني. فصدق يعني اهني قهوة السويدي، صايرين يبدعون صدق. بالعادة اروح لين الشمال عشان اجرب اشياء يعني، والحين حتى اللي حولنا صايرين يبدعون، فمرة شي حلو. رايحة اغسل سيارتي، لان سيارتي خلاص تقول لو سمحتي اغسليني. اول مرة اخلي سيارتي يعني هالوقت كله ما غسلتها، فاحس يعني فيلا تعالوا معي. يلا خلونا نسولف بما اني قاعدة اسوق وقاعدة اشرب كركديه. المهم انتم طبعا انا الحين اذا سكت الجوال مرة بيتحرك كثير، فما ادري شلون اثبت الجوال يعني. فشكلي كل ما وقفت عند اشارة بصور يعني، مو انه ولا اسوق الجوال يتحرك يعني، كلكم راح تتضايقون مو بس انا. المهم الحين الشمس جدا ساطعة، جبت شيء جديد يعني. انتم امشوا خير، ليش واقفين؟ امشي. المهم يا جماعة الخير، والله كنت بصدم، استغفر الله، الله حماني. المهم كنت ابغى اتكلم في موضوع قبل فترة يعني، صدق الموضوع كان مرة مضايقني يعني. رغم اني الحمد لله من النوع اللي ما اشوف ان في ناس كثير يعني، كيف اقول لكم، مو اعداء قد ما انه ينقدون يعني. فالحمد لله يعني حوالي ما اشوفهم كثير، بس الا ما يجيك يعني كم شخص زي كذا يعني. اقول انا اللي بحالي ما أشوف ناس كثير، ولا أحتك مع ناس كثير، ولا أقابل مجتمع يعني بشكل كبير. وغالبا الحالي يعني حتى في لقاتي أنا أهلي كذا يعني، فهمتوا هذا قصدي. ورغم ذلك إنه يجوني ناس كذا إنه يكتبون كلام مرة يزعل يعني. اللي أنا يوم قعدت أفكر إنه مو بس إنه أفكر بنفسي، قاعدة أفكر الناس هذول اللي يعني عموما يعني مثلا يطلعون نفسهم ووجههم او بدون حجاب او غيره يعني. اذا انا بحالي ونقاب ومدري يعني، فهمتوا اللي
يجيني هالنقد. فيعني هذول الناس يعني كذا احس اني رحمتهم صدق، يعني حتى لو كانوا بحالهم بس الناس ينقدون واجد. يعني تخيلوا انا اجي اصور، انا اطلع الجانب الحلو في حياتي، في جوانب مره كثيره خايسه بحياتي يعني والله العظيم لو اطلعها يمكن انكم يعني بترحموني صدق يعني. بس انا مو جايه ادور استعطاف، انا جايه انبسط، اوريكم الاشياء الحلوه، ننبسط كلنا وكذا وخلاص. يعني ليش الناس يعني يكفي الضيق اللي فيها؟ فيعني ما يحتاج ان الواحد يطلع شيء مو بكويس ويضايق الناس. وممكن هالشيء اللي مو بكويس الناس الحين يتعاطفون معك كذا، بعدين الناس ما ينسون، يجلسون يذكرونك فيه وانت خلاص تخطيت ومشيت. فيعني فهمتوا هذا المقصد، ان ما احب اطلع الاشياء اللي مو بكويسة عشان يعني ما يصير ان بالناس وبعدين ما ينسون وانا انسى ويذكروني. ف المهم فيعني يجيني كم كومنت كذا اللي يحسونك انك انت عايشه حياه مثاليه، من فلوج من خلاص انت كذا عايشه حياه مثاليه، وما يدرون من يعني ممكن انا اقفل الفلوج عندي 1000 مشكله اصيح منها بعدين اصور اني انا اضحك ومبسوطه وكذا. انا ما اصور لكم الا وانا يعني مروقه ومبسوطه وزي كذا، عشان ما عشان يعني عشان خلاص انا ما ابي اطلع للناس الا بهالصوره يعني. فليش تحكمون على الشخص انه هو مبسوط وما ادري ايش؟ يعني صدق الناس ما يشوفون حياتك، ما يشوفون الا كم فلوج كم سنابه ويلا هذا الشخص ما شاء الله. يعني اذكر مره جاني كومنت ان انت عندك فلوس وانا حرفيا صرفتي والله يمكن ما ادري اذا تمشيني يعني هالاسبوع او لا. فيعني ليش تحكمون على الشخص من مثلا شيء صوره؟ طب ممكن هالشيء انا ما شريته، يعني انا ما راح اقول انه والله هذا شريته هذا ما شريته، يعني وش ما احس ان له احد له دخل انه يعرف اني انا شريت هالشيء او ما شريته. يعني هالشيء سواء جاني او ما جاني المهم انه حقي في الاخير، فانا اصوره. فليش والله انت غنيه وهم يدرون انا كم عندي؟ يعني صدق الناس يعني صدق الناس يشوفون بس الشيء الخارجي يعني. فيعني انا من يوم انحطيت في هالموقف صرت يعني اذا شفت ناس يصورون وكذا اقول ان الحمد لله الله يرزقهم ويرزقنا، بس اعرف انهم يعني من وراء الشاشه عندهم اشياء وعندهم مشاكل. فهمتوا هذا الشيء الايجابي في الموضوع انك تصيرين تعرفين الناس اكثر. بس يعني انا يعني جالسه افضفض لكم عشان ان يعني الناس اللي يعلقون وزي كذا خلي يعني يحسبون الكلمه قبل ما يكتبونها، يحسبونها يفكرون فيها قبل ما يكتبونها للناس انه يعني انتم كذا، وهم ما يدرون يعني من بالحياه الواقعيه وش قاعد يصير. احيانا اهلي ما يدرون انا وش قاعده اعاني، اهلي وهم حولي يعني. فيعني الواحد لا يجلس يحكم صدق، يعني خلوا عنكم ذا الشيء خلاص. وبس والله يعني هذه فضفضة سريعة، طبعا كل هذا فضفضة سريعة. سوينا جيل كل عندهم يعني عندهم غرفة انتظار. شوفوا خلصت غسيل من برا، الحين بينظفون من جوا. طبعا من جوا شوفوا سووا لي هوا هذا اللي يشيل الفتافيت يعني، بس باقي انه يمسحون. شوفوا هنا ايش السيارة الوسخة ذي. المهم الحين بيغسلون السيارة من جوا يعني بينظفونها. وبس والله دحين شوفوا سيارتي صارت نظيفة، سيارتي صارت نظيفة ما شاء الله تبارك الله. أحس كأني بشوف نفسي انعكاسي من النظافة. رايحة أجيب أكل لأهلي يبون أكل. يو حتى التصوير فرق يوم غسلت السيارة. المهم بجيب لهم أكل. سالفة بيض وضحك. تخيلوا جالسة ارفع الشباك اقول ايش فيه ما يرتفع. طلع هو مرتفع اصلا بس من كثر ما هو نظيف ما تعودت انه كذا ما شاء الله يليق. المهم تخيلوا ارفع شوفوا جبت الاكل. الناس ليل وانا لابسه نظاره شو كثير.
كنت قاعدة أقول لكم أن صار ليل وأنا للحين حاطة نظارة. والحمد لله مجهزة غداي، تغديت وخلصت ويا رب لك الحمد. طبعا الحين بعد النقابي هنا جاي مسكرة، ما أدري وش جايبها كذا. أسوي هذا، أحب أخليه كذا مستقيم. شوفوا هنا بمايل كيف أخليه مستقيمة، أخليه مستقيم. شنطتي اللي باخذها، شوفوا كيف اخذتها من متجر اسمه قطع 92. الزبدة انه مرة كذا جوي كلاسيك كذا، انتم شوفوا كذا تلبسونها كذا او تلبسونها من غير السيرتم، يصير بس كذا تلبسونها كيف كذا. شو بدي ألبسه كذا صغير، مامتو شكلي بفك هذا. فكيته بخرة عشان أبخر السيارة، لأن أهم شيء بعد الغسيل أنكم تبخرون السيارة، أهم شيء نعود بعد. يا سلام. هاي قولي هاي. أنا مين؟ أنا مين؟ واي يا ربي. وصلنا الحين داخل قهوة، دينا أخذت اثيوبيا وأنا أخذت كولومبيا. كان صراحة مرة حلو، شوفوا كيف قهوة مرة يامي. أخذت آيس دروب كولومبيا حبيت. اغراء لكم عليه. والله الكيكه نحاسه. هذه ايس هوت شوكليت. ايس هوت للحين حاله ايس هوت شوكليت. ترى بندر اخوي للحين يقولها ايس هوت شوكليت يعني. المهم قهوه كيكتهم صراحه لذيذه، زي حق السنمق بس حسيتها احلى. ايوه طريه اكثر.
يعني الحين بأتروش وبعدها بطلع مع صديقاتي، ف قلت اوريكم وش راح البس. تيشيرت عادي وبنطلون رسمي يعني، بس والله طبعا ما عندي وقت لاني بمر صديقتي، فلازم بسرعه بسرعه. طبعا تروشت خلصت والحين طلعت، شوفوا حطيت مناكير احبها، اللون مره خفيف وكيوت كذا. فالحين لازم ابخر سيارتي لان البخور العود طبعا ريحته تمسك بالسيارة أكثر من المعطرات. شوفوا عندي هذا ريحته حلوة وفيها روائح حلوة، بس إنه ما تثبت الريحة كثر البخور الصدق. أخذت هذا الأبيض، أحس الأبيض أنا مرة يعجبني، أخذت للبنات. طبعا الحين جينا أنا وأحلام قهوة بنتقابل إحنا والبنات يعني. فطبعا أحلام معي من نص ساعة بالسيارة، ما خلينا سالفة، ما سالفناها. احنا الحين بندخل القهوه ما نسولف كذا، ما حشينا صح، ما حشينا لا إيه. اليوم جمعه إيه. تبنا إيه. الى الله تبنا الى. شوفوا وصلنا تو رهوه، البنات مختارينه. طبعا هم ارسلوا لي وقت الافتتاح دعوه بس اني ما جيت، انه بعيد عني يعني. طبعا جيت ثاني واحده، جيت بقول احلام وجدان والله انت اللي كوحشه، تخيلوا من رجعت من السفر ما شفتها. الحين اليوم بنطول، بنجلس نسولف لين خلاص. ايوه بقول اسمك الكامل بعد. عادي يلا يلا. حطه. اكثر انسانه. ايوه دروب. اكثر انسانه دروب. مربوشه يعني مستعجله، اذا تاخرت عليها تقعد تقول وينك. بس انها كيوت والله. صح كيوت. والله كيوت. يعني من الشخصيات اللي ما شاء الله مع الكل، فهمتي؟ بس والله طبعا نظامهم اخدم نفسك بنفسك. طبيلي لو سمحتي. لا كل واحد يخدم نفسه. يا ناس هذا وش كولومبي؟ اي احد كولومبي يعني. العيون يا عيون. طبعا هذه ما غيرتها وش بس، وهذه تا وين الملعقه؟ لا يقعدون جنب بعض ولا نقامني طامنين اقول لك يلا. شوفوا معي الصوت، احس الصوت بعيد. اسمعونا واضح صوتي. صوت بعيد بس تقول شوفوا من معاي، انا ترجم لكم. تقول وحشتني. طبعا الحين انا طلعت والبنات كل واحده راحت بسيارتها، بنلتقي في مطعم عشان نتعشى يعني سوا، مطعم سوشي. فبس والله قلت اخذكم معي يعني اوريكم الطريق. شوف الطريق مره يجنن يفتح النفس. المهم فاذا وصلت المطعم ان شاء الله باصل. وصلنا جيت بقول القهوه، وصلنا المطعم اسمه ايش؟ فايندينج سوشي. فايندينج سوشي. طبعا يقولون انه من اقدم مطاعم السوشي يعني. المره هذه الاختيار على شادن، عاد هي خبره بالسوشي الصدق. ف ما شاء الله هذه الطاوله، هذه المقبلات اول شيء، وهذيك وجدان قاعده تصور يدينها. يلا اثبتي. طبعا خلف الكواليس يحسبون صور حلوه. ها لو سمحتي يعني. خلاص الحين وصل المشروب. الحمد لله اني جيت يا ربي، صدق كان بيفوتني. ممكن كلمة هيفاء عن الإعلان كان. صور هذا يلا. جيت صدفة والله من ضد مرة حلوة. الحين صار عنده خلفية إن هي. إيه يعني. من جد. واو مرة حلو. والله حتى عصير حلو مرة. مرة يوم. طبعاً. حط فلاش. أحلى فلاش. دقيقة. واحد اثنين ثلاثة. بعدين شبعتي؟ بعدين بالضبط رايح شوي وكمل. طبعا الحين شدونا بتجرب لكم. الله فاتكم نص عمركم. كيف؟ عاد ترى انا اثق بذوقها الصدق. قسما بالله في احس كني في اليابان. احلام تقول احس كني في اليابان. صدق مرة لذيذة.
الغرناباء عشان ناخذ ماتشا. ما اقدر اصور صراحه من تحت لانه مره زحمه مش عارفه. شوفوا هذه مخبوزاتهم، طبعا احنا جايينهم نهايه اليوم، اغلب الاشياء مخلصه اصلا. هذا قد جربته حلو بس دسم يعني. طبعا خلاص وصلنا للفقرة الختامية في هذا اليوم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، واشتركوا بقناة جوجو اللي ما اشترك يا ويلة، وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا، واشتركوا بقناة شادن بعد بكتب لكم اياها هنا، لازم تروحون يلا. اللي يشترك عندي لازم يشترك عندها صح. باي وجدان، باي حبيبي، باي. طبعا هم بيروحون بسيارة واحنا بسيارة.